الطالب عمار بالوش سنة ثانية في الهندسة الطبية بجامعة دمشق يطلق النار من مسدس حربي خلال مذاكرة للطلاب، ما أدى إلى استشهاد الطالب حسين غنام وإصابة كل من الطلاب سلطان رضوان وخضر حازم وجورج فرح وبيير لحام. وأكدت معلومات أن حالة أحد الطلاب حرجة جدا، بينما الثلاثة الآخرون إصابتهم متوسطة، في حين أفاد مصدر رسمي أن بالوش اختار الطلاب الخمسة بشكل مقصود وقام بإطلاق النار عليهم، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تلاحقه لإلقاء القبض عليه. جامعة التعليم ليش عم يعملوا هيك؟ ليه؟ خضر شو ذنبه؟ حسين شو ذنبه استشهد؟ شو ذنبه استشهد؟ شو ذنبه حسين؟ بس لأنه هيك. لم يكن أحد من طلبة قسم الهندسة الطبية السنة الثانية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق لم يكونوا على علم بما تخبئه لهم الدقيقة الأولى من الامتحان بعد كتابة هذا السؤال، فقد كان الطلبة ومع الساعة التاسعة صباحا على موعد مع مشهد تمنوا لو أنهم لم يكونوا جزءا منه. طالب من دفعتهم يدعى عمار بالوش يطلق الرصاص على زملاء له شاركوه الحياة والدراسة، وإذا بأوراق الامتحان البيضاء على المقاعد تمتزج بالدماء لتكون شاهدا على غدره بهم. اليوم صارت انه في طالب بس لانه هو ما بده هالوطن، ما بده العالم يعيشوا بخير وسلامه، بده يعمل مشاكل، بده يحارب الناس الوطنيين، اجى فات على المدرج بنص المذاكره بقوس خمس طلاب، واحد منهم استشهد، هو حسين غنام اللي ما له دخل، هو من لبناني اجى عم يدرس عنا بسوريا بس لانه بيحب الوطن، بس لانه معنا من الوطنيين. والله ما بيصير، والله من يوم ورايح كل واحد بيقول بده حريه، كل دم بينزل بدنا نعتبرهم هنن اللي قتلوا حسين غنام، وهنن اللي عم بيحاربونا، وهنن بدهم هالوطن ما يصير، نحن لولاهم عايشين بخير وامان وقاعدين بالكليه وكلنا عم نقدم مذاكره وكلنا دارسين، ليش حط يصير فينا هيك؟ لك ضل عم مسدس واوصل، لك تبعتها بكل جامعتك، وعلى اساس معتبر حاله هو رفيقه معارض سلمي، هي السلميه تبعهم، هذا مو سلميه، هذول لازم يكونوا تحت الصرامي، هي مو محارضه، لا حدا يقول هذول معارض، لا حدا يقول هذول بدهم حريه، لا حدا يقول هذول بدهم سلميه، اول شيء تبعات الجمعه، وهدول هلا 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 رفقاتنا، هدول رفقاتنا قديش عمرهم؟ قديش عمرهم؟ ما بيتعدوا ال20، ليش هيك عم يعملوا فيهم؟ بس لانه مؤيد وبيحب وطنه وبيحب الرئيس، بس كرمال هالشيء، بس كرمال هالشيء الجامعه للتعليم ليش عم يعملوا هيك؟ ليه؟ هو الاول سطر بيكتب عن مذاكره بفوت هذا الشاب اسمه عمار بلوش، بأوس على اول شيء على خضر خازم، خضر خازم كان قاعد قدام، وراه كان أوس على خضر خازم صوب براسه، جورج فرح وراه، كمان سلطان رضوان، حسين غنام وبيير اللحام. كان منظر يعني منظر مريع، يعني الدم واستشهد حسين غنام، هذا حسين غنام شاب لبناني وانا لبناني، بس لانه نحن مؤيدين للرئيس وبنحب بلدنا وعم ندافع عنه ومسيره الاصلاح وعم نحافظ على جامعتنا، عم يخربوها صفوا، ونحن بيحطوا اسماءنا على الفيسبوك بدهم يطلبونا وجايكم الدور بدهم يقتلونا واحد واحد. يعني رفقاتي اخواتي هذول كل يوم انا وياهم عم شوفهم اكثر من اخواتي، يعني كل يوم انا وياهم 7 ساعات 8 ساعات مع بعض، هيك يصير؟ هاي الحريه اللي عم يطالبوا فيها وعم ينزلوا مظاهرات، لازم كل يوم من يوم ورايح كل واحد بيطالب حريه او مظاهره وبينزل مظاهره، هذا لازم ينهدر دمه، مو هيك بتكون الحريه. الطالب عمار بالوش بعد ان افرغ من مسدسه الحربي حقدا ورصاصا، كانت الشهاده من نصيب الطالب حسين غنام، فيما زميله خضر خازم يعاني اصابه حرجه، اما الطلاب الثلاثه وهم سلطان ابراهيم وجورج فرح وبيير لحام فاصابتهم كانت متوسطه وكلهم رفاق علم وقلم. في مذاكرة إسا ما بلش الدكتور ما يكتب الأسئلة وأنا مرتب الطلاب، لحظات فات واحد دغري لعند واحد فورا لعند شخص محدد وقلنا لهم دغري هيك، أوس براسه دغري، إجوا رفقاته يا حرام ما يدافعوا عنه، أوس عليهم كلهم هذاك. من طالب الباسة تطلع على المدرج اللي صار فيه الضرب من هون، خلينا نروح نشوف الدم كيف صاير على الأرض، 5 من رفقاتنا كرمال شو؟ كرمال مين؟ أنا كنت قاعدة هون، أي كان طالب هو من صفنا كان بالمقعد الأول، قام فجأة وإحنا كتب الدكتور هذا السؤال بعده عم ننقله بدنا نحله، وإنه الطالب هذا من صفنا اسمه بالوش كنت بس ما شو اسمه، فصار يقوس على الطلاب ويعني عينك عينك يعني ما بعرف شو ذنب هالطلاب.
الآن ينقلون هذا التوتر إلى الجامعات، يريدون استهداف التعليم. من غايته تجهيل الشعب في سوريا. من يخدم إغلاق الجامعات؟ بكل الأحوال لن تغلق الجامعات، لن تغلق المدارس، لن تغلق رياض الأطفال، لن تغلق المشافي، لن يغلق صدرنا المفتوح. صدرنا مفتوح، سيواجه كل الرصاص، وسنحمي أهلنا وسنحمي طلابنا. حالة من الهلع والخوف أصابت الجميع، فتحول المدرج أثناء وقوع الجريمة إلى مكان يسوده صراخ وبكاء وصدمة من أحد الرفاق وتساؤلات مشروعة. ذلك الفعل اللا إنساني يرى الطلبة في الكلية أنه لا ينفصل عن الدعوات إلى استهداف الكفاءات العلمية، لا سيما وأن الشهيد حسين غنام من المتفوقين، ولا يمكن وضعه إلا في نفس خانة السلمية الحمراء التي تتخذ من سفك الدماء منطلقا وهدفا لها. دخلنا على المبنى، لقيت طلاب حاملين، ثلاث شباب كانوا محمولين، يعني طلاب رفقاتهم حاملينهم، وأسعفناهم بالسيارة. كان في شاب مضروب بخصرته، وفي شاب ماكل طلقة بصدره وبإيده، والثاني برجله، وفي شاب مضروب براسه، وفي شاب مضروب بقلبه. هذا استشهد دغري. يعني ما تخيلنا بحياتنا توصل الجرائم لوسط مكان احنا بنعتبره هو الأمان، هي جامعاتنا، هي اللي بتجمعنا من كل أنحاء القطر. نحن طلاب، كنا طلاب، وبنعرف شو يعني قيمة الزمالة، قيمة نحن أولدنا كنا أخوة هون بهالبلد، عشنا على نفس المقعد، درسنا على نفس المقعد، كانت همومنا واحدة. ما منوصل لمرحلة طالب يقتل زميله لمصلحة مين؟ لمصلحة مين هذا الشيء عم بيصير؟ لمصلحة الحرية المزعومة؟ كيف لطالب علم أن يحمل السلاح بدل القلم؟ ولخدمة من تنفذ هكذا أعمال إجرامية منبوذة وغريبة عن ثقافة المواطن السوري، سؤال برسم من يريد الخير والأمان للوطن وأبنائه. إيلين دحدل، تلفزيون الدنيا. مراسل الدنيا في إدلب يؤكد أن